التداعيات الأمنية تلقي بظلالها على موسم السياحة في تونس لهذا العام، وهو ما ساهم في تراجع عدد السياح في المواسم الماضية، جعل أصحاب القرار في تونس إلى وضع مخططات أمنية لتأمين المراكز السياحية المختلفة. تحسنت الظروف الأمنية كثير وتطورت، وقامت السلك الأمنية ووزارة الداخلية ووزارة السياحة بشغل كبير باش تحسن الأمن. بالرغم من كل التخوفات، غير أن بعض السياح أكدوا بأن تونس آمنة بشكل تام. On est 100% en sécurité, la police est un peu partout. Dans l'hôtel on est en sécurité, à l'extérieur on est en sécurité et il n'y a pas de problème de sécurité. En Tunisie en ce moment. Je pense qu'on est plus en sécurité en Tunisie que je suis en sécurité à Paris. ما شهدته تونس خلال العام الماضي والأحداث المتتالية منذ ثورة الياسمين أدى إلى تراجع السياح في هذا البلد. بعد الأحداث اللي صارت من بعد الثورة في تونس السياحة خير من توا. تونس معنا رجعت معنا شوية بدأت تخدم. ماك الضربة نتاعك وكيلة مرحبا الإمبريال هذاك. تراجعت برشا السياحة في تونس. على خلفية الأحداث الدامية والإرهابية التي عرفتها تونس في السنوات الماضية، مما أدى إلى تراجع عدد السواح إلى أكثر من 50%، تستعد تونس خلال هذا الموسم من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من السواح من خلال إجراءات أمنية استثنائية، على اعتبار أن قطاع السياحة هو المورد الأساسي لاقتصاد هذا البلد. مفاد قناة الشروق نيوز إلى العاصمة التونسية، حمزة بكاي.